محمد حسن وطارق سامي طبعا برضو نفس الكلام بوجلهم موجودين في كاس العالم. فطبعا يعني انتصار للتحكيم المصري ودايما بقول اي حاجة مرتبطة باسم مصر بتبقى احنا في قمة السعادات. مظبوط. قال محمد بسام حارس سيراميكا بعد الماتش، قال انه في اخطاء ما بتبقاش مؤثرة في النتيجة لكن بتأثر في اللاعبين، فأدائهم بيتأثر، بيبقوا متوترين بسبب أخطاء تحكيمية صغيرة. إيه رأيك في الجملة دي كحكم دولي سابق كابتن؟ لا، مع احترامي طبعا لمحمد، كابتن محمد بسام حارس محترم، لا طبعا يعني أخطاء بسيطة إزاي تأثر في لعيب المفروض لعيب كبير؟ لا حاجات طبعا مش موجودة. طب بقى قصة، وده آخر نقطة في الحتة دي، كابتن أيمن الرمادي قال إنه لم تكن هناك عدالة فيما يخص التعامل مع لاعبي الفريقين، بمعنى انه كان بيقول للعيبة الاهلي حضرتك، وكان بيقول للعيبة سيراميكا كليوباترا امشي من هنا ولو قربت هطردك. طبعا كابتن ايمن مدرب كبير وحد محترم وحد على خلق عالي جدا، انا يعني من الناس اللي انا بحترمها وبقدرها، بس قد يكون المعلومة وصلت من اللاعب غلط، لان استحالة اللي انت هتتعامل بطريقه او بطريقه هنا او هنا. بس خلينا نتكلم في عرف كره القدم بعيد عن الفريقين عشان ما حدش بيقول انا بتكلم على الفريقين. وارد جدا ان في لعيب يجي يعترض باسلوب مهذب، فانت ممكن تتكلم معاه برده باسلوب مهذب. وارد انه يعترض بطريقه غير لائقه، فانت ممكن تقول له لو سمحت اتفضل ما تتكلمش تاني. مفهوم. ده وارد في الكوره بناء على الحدث نفسه. مفهوم. وليس مثلا وطريقه الاعتراض، وطريقه الاعتراض بصرف النظر هو لابس فانيله ايه وبيلعب في نادي ايه. ده موجود في الكوره واللعيبه عارفه الكلام ده. لكن انا حتى زياده في التاكيد، انا طلعت الاوضه بعد المباراه وقعدت مع محمد معروف وكلمني الراجل، اقسم ان ما حصل الكلام ده كله خالص. سالته على تصريح الكابتن ايمن الرمادي، قال لك ما حصلش. قال لي والله ما حصل هذا الكلام، بل بالعكس ان في يعني مش عايز اتطرق للعيبه معينه من الفريق الثاني، هو اتكلم معاهم بمنتهى القوه ومنتهى الشده برضه. فده موجود. قال لك ان في لعيبه في الاهلي انا كنت شديد في توجيه الكلام ليهم، الاعتراضات اللي هو من وجهه نظره تكون مثلا غير لائقه. قال لي اتصرفت بمنتهى القوه هنا وهنا. تمام. وقال لي وتعاملت بمنتهى السلاسه هنا وهنا، ما بيحصلش الكلام ده كله. وخلي بالك ان محمد معروف حكم مصر صغير، ده لسه جاي من كاس العالم الشباب طبعا، ورايح بطوله افريقيا. هيخاف على اسمه بصرف النظر هو بيحكم لمين. مفهوم. هو بيحكم لسيراميكا دلوقتي، وكان في واقعه سابقه لو تفتكر مباراه سيراميكا والزمالك، دي كانت زعلت سيراميكا كليوباترا. هل في اوقات زي دي بتبقوا حاطين في اعتباركم وقت التعيين حاجه زي كده ولا لا؟ كابتن هاني خلينا الواقعه دي قديمه سنتين او سنه ونص، يعني لو احنا هنقعد نعمل بالحسابات دي ما فيش حد هيحكم. ايوه. انت ممكن الكلام ده يكون منطقي لو مثلا من اسبوع. أيوه. او من 10 ايام. مفهوم. او من 20 يوم. مفهوم. فلازم يبعد شويه غير كده. لكن مثلا حاجات قديمه هتلاقيها في كل البطولات. لان الحكام الكبار بيروحوا الانديه دي كتير جدا ويكونوا موجودين. لو انا عملت الحسابات دي كلها مش هلاقي عندي حكام تحكم. دكتور ايهاب، سوبر مصري جديد في الامارات، وهي بطولة بينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، ايه تقييمك للبداية وايه تقييمك عموما لفكرة التكرار في استضافة الامارات الشقيقة لمصر وبطولة السوبر المصري؟ خلينا هاني، دي اول مرة بنعمل بطولة السوبر باربع فرق. مظبوط. قبل كده كان بطل الدوري مع بطل الكاس. وخلينا برضو نعترف ان غياب قطب جماهيري زي نادي الزمالك ما اثر جماهيريا. مأثر جماهيريا بكل تأكيد. الزمالك لما موجود بجانب الأهلي كنادي يعني قطبي الكرة المصرية زي ما بنقول، أو نادي شعبي من الأندية برضو لها جماهير، بكل تأكيد الجالية اللي موجودة بيبقى، وشفنا قبل كده في وجود الزمالك وفي وجود الأهلي. لكن هي تجربة. ندمانين؟ نعم. ندمانين إن الزمالك طبقتوا عليه العقوبة؟ زعلان لعدم وجود الزمالك، لكن مش ندمانين، لأن أنت لو عاوز تتقدم صح لازم تطبق اللوائح على الجميع بلا استثناء، سواء كان اهلي او زمالك. يعني مش الكبير اللي يغلط اللي انت تطبطب عليه، لا. ده الكبير لازم يكون قدوه لبقيه الفرق. وبما ان الزمالك نادي كبير فدي كانت خطوه لازم ان احنا كاتحاد مصر كره القدم تطبيق العداله بشفافيه مطلقه. ولو الاهلي في نفس ما حدث من الزمالك هيطبق على الاهلي بكل مفهوم. تاكيد. لو احنا عاوزين نبدا خطوه جديده مفهوم. ونقول ان احنا ماشيين صح فده لازم يطبق. لكن مؤثر وعدم وجود الزمالك بكل تاكيد انا معاك مؤثر جدا جدا. لكن انا متاكد ان شاء الله في المباراه النهائيه هيبقى العدد كبير اكتر من كده. النهارده حضر في المباراه الثانيه في حدود 8000 ونص مشجع اهلاوي كانوا موجودين. المدرجات اصلا ب 49000. يعني كانوا عاملين رواج كبير جدا.